رغم ان الكلمات يعني كانت غير مفهومه، يعني عايزه ترجمه يعني طبعا، ومن الصعب يعني ترديدها، لكن الناس اعتقد زي ما حضرتك بتقول يعني احساس مصري بحت انه دي لغتنا او يعني ده اصلنا يعني. اه بالظبط. وبعدين فكره ان انا مش عارف المعنى ده كان مقصود ان انا اقدم لغه مصريه، اول حاجه مصريه، روح دور على المعنى. يعني فكره ان انا ما اديكيش المعنى على طول في حفله زي ديت مهم برضو جدا. لا هنتكلم ايه بالعربي هتبقى يعني لجزء معين، لكن لو كلمنا انجليزي او فرنساوي يبقى احنا عايزين يعني ان احنا نقول ان احنا عالميين، فنتكلم انجليزي او فرنساوي برضو مش هو ده التأثير الصح خارجيا وعالميا. فاللغة المصرية القديمة يعني انفردنا بيها، انفردنا بيها بالظبط.